مباركة وتشريف من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة. تم وضع حجر الأساس لمشروع منتزه الأميرة سبيكة بمدينة العوالي في يوم الخميس الموافق 21 من مايو للعام 2009. جاءت هذه الفكرة بعد زيارة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى ورئيسة المجلس الأعلى للمرأة في مايو الماضي إلى شركة بابكو. وقد مثلت الزيارة الميمونة التي قامت بها سموها لشركة بابكو الضوء الذي أسفر عن فكرة إنشاء منتزه كبير يجسد توجه سموها في الحفاظ على البيئة وزيادة الحدائق والمساحات الخضراء في مختلف مناطق المملكة. وقد كانت سقاية سموها حفظها الله لأول نخلة غرست في أرض المنتزه بمثابة الضوء الأخضر للبدء في هذا المشروع البيئي الحضاري الرائد منتزه الأميرة سبيكة. وفي فترة قياسية مقارنة بكل المشاريع الأخرى تمكن فريق العمل بقيادة المهندس حسين الأنصاري وبإشراف الإدارة التنفيذية برئاسة الأخ فيصل المحروس. ولم تمض سوى فترة زمنية قصيرة حتى بدأت ملامح هذا المشروع تتشكل ومرافقه المتعددة تبصر النور. تم استصلاح أراضي المنتزه وتشجيرها كما تم غرس النخيل التي تمثل رمزا تراثيا حضاريا عريقا اشتهرت به البحرين منذ آلاف السنين وبها سميت ببلد المليون نخلة. إن منتزه الأميرة سبيكة أحد المشاريع البيئية والجمالية الكبيرة في البلاد حيث يحتل مساحة قدرها 43 ألف مترا مربع وزعت فيه المساحات الخضراء توزيعا هندسيا جميلا فجاءت على شكل هضاب وسهول تتخللها مختلف أنواع الأشجار والزهور مما يضفي رونقا جميلا دون إغفال الجانب الترفيهي لهذا المنتزه والذي خصصت به أماكن للاستراحة ومسارات لمزاولة رياضة المشي مما يوفر
مناخا صحيا يجمع بين التمتع بالطبيعة والفائدة الصحية. إن الطموحات الجليلة لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى في سبيل نماء وعلو مملكة البحرين، وأيضا لاستعادة مجدها الزراعي من غابات نخيلا وحدائق غناء، تعد بمثابة مصدر إلهام رئيسي لشركة بابكو، حيث سخرت شركة بابكو خبراتها الصناعية في تشييد المصافئ والمنشآت النفطية وصيانتها من أجل تشييد منتزه يحمل اسم صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حفظها الله. لقد تمكنت شركة بابكو من إنجاز هذا المشروع الحيوي الهام في فترة قياسية لم تتجاوز 5 أشهر، إذ بدأ العمل في المشروع في شهر أكتوبر من العام المنصرم، واتبعت في ذلك المواصفات العالمية، بحيث يظهر هذا المشروع بالصورة التي تليق بالمقام السامي لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حفظه الله. ويعكس في الوقت نفسه اهتمام سموها حفظه الله بالبيئة والحدائق في مملكتنا الحبيبة، في ظل النهضة المباركة التي تشهدها مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك محمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه. أود أن أنتهز هذه المناسبة لأتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة على اهتماماتها بالبيئة وتشجيعها لإنشاء هذا المنتزه، وكذلك أشكرها على تفضلها بالموافقة على إطلاق اسمها الكريم على هذا المنتزه الذي سوف يضيف جمالا آخر لمدينة عوالي.